وللمزيد مشاهدينا حول هذا الشأن ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية. أستاذ طارق، أرحب بك على شاشة القناة الأولى المصرية. بادئا ببدء، مصر تواصل جهودها الدؤوبة واتصالاتها على كافة المستويات، وذلك للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار. برأيك كيف تقيم دور مصر منذ اندلاع الأزمة في ظل تلك الجهود وحتى الآن؟ تحياتي لحضرتك ولكل المتابعين. يعني دور الدولة المصرية دور راسخ، ذلك أنها تسلك مسارات عدة من أجل يعني تحقيق ذلك الاستقرار، من أجل عودة الحقوق لأهلها، هذه الحقوق المغتصبة، من أجل تطبيق الشرعة الدولية والقرارات الدولية ذات المرجعية. أتصور أن دور يعني مصر يعني كمشكاة في ذلك البحر اللجي، بحر كله ظلمات، بحر عالم العلاقات الدولية الذي لا يريد أن يطبق الشرعة الدولية، لا يريد أن يطبق ضابط واحد أو معيار واحد أو قانون واحد. ومعروف أن القانون يقوم على فكرة العمومية والتجريد، أن يطبق على الكل، لكن لا يطبق على دولة ولا يطبق على أخرى، لا يطبق على جنس ولا يطبق على آخر، لابد أن يكون المعيار واحد. وهذه هي عظمة القانون، وهذه هي فكرة القانون الدولي وتحقيق الاستقرار. وعندما يطبق القانون يكون هناك ذلك الاستقرار، يكون ذلك التنمية والسلام، وحفظ السلم والأمن الدوليين هو الهدف من ذلك التنظيم الدولي ومن تلك العلاقات الدولية بشكل عام. عجبني. نعم. يعني أعجبني استخدامك يا أستاذ طارق كمشكات في بحر لجي. من هذا المنطلق، وزير الخارجية يعني المصري يؤكد دائما مسؤولية المجتمع الدولي في وقف الانتهاكات الإسرائيلية. إلى أي مدى تجاوزت إسرائيل القرارات الدولية الشرعية الدولية؟ لم تنفذ قرارات المجلس الأمن السابقة ولا الحالية بضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة؟ بالفعل يعني إسرائيل تمادت، وذلك التمادي ما كان ليحدث لولا تلك الرعاية الأمريكية ومن ورائها أيضا المساندة الأوروبية. وإذا قيل يعني للإسرائيليين لا تفسدوا في الأرض، قالوا إنما نحن مصلحون، يعني قالتها الجمعية العمومية وقالها مجلس الأمن ما عدا أمريكا، وتقولها محكمة العدل. يعني هذا كتاب الأسرة الدولية الذي لا ريب فيه ولا يجتمع على ضلالة، ما عدا الولايات المتحدة. العالم كله يقف على أرض وأمريكا تقف على أرض أخرى، العالم كله يعني تتوحد كلمتها على هذه الفطرة السليمة، على ذلك لابد أن تعود الحقوق إلى أصحابها، لابد من الالتزام بهدى التنظيم الدولي والضوابط الحاكمة الكابحة لنزق الدول وإفساد الدول. يعني أتصور أنه على إسرائيل ومن ورائها أمريكا أن تؤمن بقيمة الإنسان وقيم الحق، ولكن يعني هذا التمادي في الظلم والغي وعدم البصيرة السياسية، وكما نبه الرئيس السيسي أنه يعني طالما هناك في ذلك الاستيطان والاحتلال ستكون هناك المقاومة، لا شك في ذلك. هذه دروس التاريخ. وحتى يعني الولايات المتحدة الأمريكية الشقيق التاريخي لإسرائيل، هناك بوادر يعني لانشقاقات في السياسات الخارجية الإسرائيلية الأمريكية رأيناها وسمعناها. على أي حال، أشكرك شكرا جزيلا أستاذ طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، كنت معنا عبر الهاتف.